نصيحة المثمر، خذ العبرة من الخبرة. السلام عليكم خوتي الفلاحة خواتاتي الفلاحات، كما كتشوفوا حنا كنتواجدوا في واحد الضيعة ديال البيتيخ. غادي نوريكم ان شاء الله يعني الاعراض نتاع الرتيلة لي زكريا او القرديات. كما كتشوفوا معايا على مستوى الاوراق يعني كيبان كتبان ليا هاد الصفورية هادي. فإلى قلبنا هاد الاوراق غادي نلاحظوا يعني في الاسفل نتاع الاوراق غادي نلاحظوا واحد الخياطات اللي كتدل على تواجد هاد القرديات او الرتيلة. فإلا كانت عندنا مكبرة هادي توضح لنا اكثر يعني هاد التواجد هاد لي زكريا. فهاد الحالة هادي فلاح يعني المعني بالامر خصو يقوم بواحد المعالجة كيميائية ضد لي زكريا، وهاد هاد التريتمون هذا يكون يعني اباز نتاع مادة اللي تكون يعني فعالة بحال لابامكتين بار اكزومبل. ومن الاحسن انه يعني بمجرد انه يسخن الحال يدير واحد التريتمون قصد الوقايه باش ما يوقعولوش هاد لي ديغا هادو، وبالتالي يعني ما يكونش واحد التاثير سلبي على الغله من بعد.